هنا وسط هذه الأقواس الطوبية التي تعكس الطابع العمراني لولاية عين صالح، وجدت لوحات الفنانين التشكيليين راحتها للتعبير بصدق عن القضية الفلسطينية الراهنة من توقيع فنانين جاءوا من مختلف ولايات الوطن للمشاركة في الصالون الأول للفنون التشكيلية بعنوان فلسطين بعنوان فنان. عنوان هذه اللوحة فلسطين حرة عربية أرضها كسمائها، يعني موحد اللون، وهناك كثير من القراءات في هذه اللوحة، والمرأة الفلسطينية معبرة عن الصمود والشموخ، الصبر على الإيذاء المحتل. كم هي جميلة اللوحات الزيتية التي حملها أصحابها إلى عين صالح بدعوة من مديرية الثقافة والفنون للولاية رغم ثقل القضية العادلة التي تحملها. عبرت عن الملامح، الحزن والصراخ، وكذلك الصبر نتاع الشيوخ وعدم فقدانهم الأمل لما تفعله المقاومة لتحرير فلسطين. شاركنا فيها في الطبعة الأولى هذه تاع ولاية عين صالح عن القضية الفلسطينية، تعتبر يعني تظاهرة ناجحة بامتياز من كل جوانب. هؤلاء الفنانين قبل مغادرتهم عين صالح وقعوا جدارية ذكرى تواجدهم هنا بجدار حظيرة الأحجار الثقافية، وتعرفوا أيضا على مكنوزات متحفها اللي أعطانا هذا الفرصة هذه باش نجي ونكتشف هذه المنطقة. ما شاء الله من حيث العمران، من حيث الطبيعة وتبادل الثقافات، تعبير على التراث تاعنا. وأشكر على مدينة عين صالح على الاستضافة في هذه طبعتها الأولى. الفن التشكيلي إذن رسالة لا حدود لها، وبإمكانه أن يوحد الشعوب كما توحدت قضاياهم المصيرية المشتركة.